قال الاتحاد الأوروبي أنه يتابع باهتمام بالغ التطورات والمستجدات في اليمن، مؤكدا دعمه المستمر من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية. جاء ذلك في رسالة مسؤولة الأمن والعلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون لرئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي، والتي تسلمها خلال لقائه اليوم بصنعاء رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي السفيرة بيتينا موشيت. الرئيس هادي أشاد خلال اللقاء بالجهود الطيبة التي بذلتها وتبذلها بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن من خلال تعاونها البناء الذي يترجم بالدعم الحيوي لليمن في هذه الظروف بصفة خاصة. فيما أكدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بصنعاء الحرص على تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي واليمن في مختلف المجالات، خاصة ما يتعلق بدعم وزارة الداخلية.